محمد صلاح أيضا يقدم مسيرة رائعة جدا مع ليفربول على مدار هذا الموسم والمواسم الماضية. محمد صلاح، تقييمك لتجربته مع ليفربول العام الماضي، كسر أيضا رقمك القياسي كهداف لليفربول في الدوري الإنجليزي، كيف تعاملت مع هذا الأمر؟ هل تعاملت معه بحزن أم بسعادة؟ You know what? أعتقد Yeah, look, I think I think إنه he's لاعب موهوب وعظيم، been an extraordinary player, not just for Liverpool, ليس فقط لليفربول ولكن لمصر ولكرة القدم. حينما نجد محمد صلاح يحرز العديد من الأهداف، هذا أسطوري. هو أنا حزين لكسر الرقم القياسي، ولكن هذا جيد لمعجبين نادي ليفربول. و أنا لدي بعض الحزن في قلبي بسبب كسر الرقم القياسي، ولكن أنا سعيد كونه مفيد للفريق وهذا يفيد الفريق. نحن نعرف أنه لاعب عظيم سعيد أن محمد صلاح لاعب مصري عظيم كسر رقمي القياسي، ولكنها صحبة عظيمة. بداية الموسم لمحمد صلاح كانت بداية رائعة، مع نهاية الموسم تلقى بعض الانتقادات. تقييمك لموسم محمد صلاح والخلاف الأخير اللي حدث ما بينه وبين يورجن كلوب؟ أعتقد أن هذا يحدث في المباريات، يحدث بعض المشادات بين المدربين واللعيبة، لهذا ليس بشيء سيء، وهذا يحدث عادة. هو بدأ الموسم بشكل جيد، وأعتقد أن أمم أفريقيا أثرت عليه. محمد صلاح الذي ذهب ليس الذي رجع من مصر، الإصابة أثرت بشكل رئيسي في الموسم، لكنه أحرز الأهداف وصنع الفرص. لا يوجد شيء نلومه بسبب ما حدث، هذا يحدث في كرة القدم ويحدث في النوادي. الناس سوف يصنعون قصة أكبر بسبب هذا، وهذا يحدث كل يوم في كرة القدم في نوادي مختلفة. يحدث الكثير من الخلافات بين المدربين واللاعبين، لكنهم يريدون أن يكونوا ناجحين. يورجن كلوب هو شخصية عظيمة وشخصية صادقة. دائما يوجد أوقات عصيبة في كرة القدم، ليست أول مرة وليست آخر مرة.